حتى لو نعمله كده بس خدمه الايد بروفايل لسرحاني عبد البصير احمد سرحان عبد البصير معلش اللي ورا خلاص الايد بروفايل خدمه تعديل البيانات من ضمنها ممكن تدخل تشينج باسورد ممكن تعمل تشينج باسورد لوحدها زي ما انت عايز لكن المهم المفترض ان الايد بروفايل دي خدمه شكلها نفس شكل ساين اب كده بالظبط هي هي بس الفرق ايه لما تيجي تدوس عليها وتخش تقرا كوكي شوف السيناريو يعني السيناريو لو حبينا نرسمه على السطر بحيث تبقى فاهمه كده بسرعه معيشها مش عارف يعني ايه فكرة يعني منطقيا ولا عمليا؟ عمليا ينفع منطقيا غلط خلاص؟ فهمت حاجة؟ بس مفروض خدمة الـ Edit Profile دي خلاص؟ أنت الأول كلاينت تبعت اول ريكوست خلاص ريكوست رقم واحد اللي هو فيرست ريكوست في عمليات معينه هتبقى على فكره مفترض يعني لو انتوا بداتوا تفهموا اللي انا بقوله لو انا حكيت لك القصه بتاعتها كده المفروض تقول لي انا اعرف اوراق مفترض يعني بس طبعا ايه لا حياتي اللي ما انتوا يعني خلاص الفيرست ريكوست اول حاجه بتحصل اريد الكوك اريد مين بعد ما اريد الكوك ايه اللي يحصل لو كان مش موجوده اريد ارجع على الاندكس على طول يعني على الديفولت جي اس بي على الرئيسيه العرض مش كوك خلاص اريد الكوك بعد ما اريد الكوك هجيب منها مين اليوزر نيم هجيب منها ايه اليوزر نيم بدلاله اليوزر نيم بدلاله اليوزر نيم اروح على الداتابيز خلاص على الجدول بتاع مين الميمبر لغايه ما اوصل للصف اللي انا ايه الصف اللي انا عايزه خلاص واجيب البيانات بتاعتي ترجع هنا تاني اطلع بقى نوت ايه اطلع البيانات فين اعرض البيانات على الشاشه خلاص ابدا اعرض البيانات على ايه فانا اعرض البيانات على الشاشه وده اول ريسبونس صح كده ده كده اول ايه ريسبونس هتعمل انت سيادتك البيانات بتاعتك موجوده بتاعتك عدل اللي انت عايزه هتعدل اللي انت ايه اللي انت عايز تعدله وبعد ما تعدل اللي انت عايزه تعمل ايه بعد ما تعدل اللي انت عايزه بعد ما تعدل اللي انت عايزه تعمل تاني ريكوست ريكوست تاني بس ريكوست رقم كام ريكوست رقم 2 لما روح ريكوست رقم 2 تاني على الصفحه بتاعتك كل اللي هتعمله هتجيب كل القيم اللي اليوزر عدلها او اللي دخلها جديده هتجيب بقى القيم هنا دي كلها كده تاخد دي ثم دي ثم دي ثم دي الى اخره كله وتروح على الداتابيس تعمل جمله ايه؟ ابديت واعمل ثاني ريسبوند تبقى النتيجه بعد ما تعدلها نعم واعمل ريسبوند ثاني بالنتيجه بعد ما تعدلها اقول له ان هو طلع رساله اقول له ان هو ايه؟ تم التعديل وخلاص ده السيناريو المفروض يتم على يعني على الايه؟ على الخطوات على العموم، خطوات على العموم، خلاص؟ أول حاجة أنت عملت خدت كوبي من ملف الساين أب اللي كان عندنا ملف الساين أب اللي كان عندنا خدت منه كوبي خلاص؟ وعملت منه بيست باسم إيه؟ باسم إيديت، عملت منه بيست باسم إيه؟ إيديت ومسحت كل الأكواد اللي أنا مش محتاجها، سبتش بس غير المسج ما سبتش غير المسج هنا
الرساله ورقم الريكوست عشان هشتغل على رقم الريكوست ده يهمني صح. رقم الريكوست والريكوست بلس بلس لو كان الريكوست بيساوي واحد اول مره هينفذ الاكواد اللي هنا وسايب الكود فاضي خالص. لو رحت على الديزاين بتاعي هغير بس كلمه ريجستريشن دي هنخليها ايه ايديت بروفايل بس خلاص وكله موجود بقى كل البيانات عادي جدا. بس عايزين اليوزر نيم يكون ايه ريد اونلي. اليوزر ده المفروض يبقى ايه يعني ما ينفعش ان انا يعني ما ينفعش ان انا اغير القيمه بتاعته يعني اغير القيمه بتاعته خلاص. المفروض ان انا اعمل له ديسيبل انا عادي مش جايب لي الخاصية هنا. حاول افتح انا السورس كود بتاعي كده خاصية اسمها read only read only بيساوي read only بس طبعا المفروض ان اقول read only وبس كده بس طبقا للمواصفات الجديده ان لازم يكون كل خاصيه ليها قيمه فلو ما كانش ليها قيمه تكتب اسمها تاني يعني حته رخامه كده خلاص. فقلت ريد اونلي ريد اونلي الكلاس عالي ده سيبك من كلمه الكلاس عالي والكلام اللي فيها ده لما كنا لسه بنتعلم بس خلاص. ده اليوزر تكست اليوزر ده الوحيد اللي هو ريد ايه ريد اونلي لان ده ما يتغيرش. اليوزر نيم المفروض ان هو ايه ما يتغيرش وكده. ادي الصفحه بتاعتنا اهي في البدايه مفيش فيها اي حاجه وهنا الرساله على ما اتذكر على ما اتذكر المسج موجوده فين اهي موجوده في ايه بقى موجوده في التي ار دوت. التي ار ده موجود في ديفايا ما لناش دعوه بالديفايا خالص جوه تي دي وتي دي ثانيه وتي دي ثالثه وبعد كده كنا ممكن نعملهم كلهم ايه بدل ثلاثة هي تي اتش وستاس تي اتش عادي بس ما انساش ان انا اقول له ان دي كول سبان بتدمج ايه ثلاثة عشان نيجي نبص كده في الديزاينر يبقى الحتة بتاعت المسج مالها ثلاثة حتة واحدة على بعض ثلاثة ايه قطعة واحدة على بعض حلوة. تعال نعمل اول موضوع بتاعنا في اول ريكوست اول ما احنا جاهزين على التشغيل اول ريكوست خالص اول حاجه الريكوست ده يبقى بصفر اذا عملنا له بلس بلس لو هو كان رقم واحد بقى بواحد لو اول مره عايزين نجيب البيانات من الداتابيز ونبدا نعرضها فين نبدا نعرضها. كان في حاجه تقريبا جيت باي باسورد باين كنا عاملينها صح. لو دخلنا كده على على فين الكلاسز بتاعتنا جافا مين كلاسز في جيت باي باس جيت باي باس اي جيت ايه جيت باي باس كنا عاملينها قبل كده وكانت بترجع لنا مين الباسورد والايميل والكويشن الانسر بس لا احنا المفروض نرجع ايه كله بقى بالمره بقى بالمره كله خلاص نكملهم كلهم. حد عارفهم بالترتيب حد شايفهم بالترتيب واقف التسجيل كده احنا اهو جبنا من الداتابيز على الترتيب كل الحقول بتاعتنا بقى بيطلع الام نيم والجندر والسيتي والادرس والفون والايميل والكويشن والانسر والايه والباسورد وكل حاجه تمام خلاص حلو. يبقى كده احنا في اول طلب هقول له جيت باي باس صح بس اقرا من الكوكي الاول لازم اقول له اف ان الريكوست دوت جيت كوكيز
لا تساوي نال اللي بتغني صوتك وحش. احمد برضو انت ايه فور اي ان تي اكس بتساوي لو كنا عملنا الكالكولتس كانت راحتنا دلوقتي. ماشي اكس مش وقت عشان عايز اخد حاجه جديده. اكس لازم تكون اصغر من كنا المفروض نعرف نعرف الاول كوكي سميناها سي مصفوفه من الكوكيز سميناها سي بتساوي نيو كوكيز او تجيب على طول من الريكوست من الريكوست بكلم نفسي انا معايا بلا بتاع بقى جيت كوكيز ودي لازم تكون اصغر من السي دوت لينس والاكس كل مره تبلس تبلس وجوه هنا اقول له اف ان ال سي الكوكيز اوف اكس دوت جيت نيم دوت ايكوالز كلمه يوزر نيم يبقى هي دي اللي انا بدور عليها. بعد ما طلعت هي دي اللي انا بدور عليها يبقى انا اعمل ايه سيادتك؟ يبقى هقول له ساعتها ان في متغير سترينج يا سرحان اسمه يوزر عشان ما يقوليش مفيش انشياليزيشن سرحانه. هنا هقدر اقول له اليوزر بيساوي السي اوف اكس دوت جيت فاليو ايه فين دي دي اي ما انا عايزها كده عشان لو نال يبقاش ليها مكان في الذاكره ولسه لاقي اي حاجه انا بعمل لها اساينمنت. بس كده جبت مين اليوزر وبعديها اقوم عامل ايه بريك لان لو جبته خلاص ما تكملش ده هتدور على بقيه الحاجات. حلو قوي ده الكوز بتاع مين ده بتاع الاف اللي فوق ده فوق ده على طول بتاع الاف دي بتاع الاف دي لا ده بتاع الاف دي ايوه ده بتاع الاف دي ده بتاع الاف دي خلاص ايوه وقفت عليه نور كده ده بتاع الريكوست دوت المفروض ده لو كان لا لو كان في كوكي إلس مفيش كوك يبقى ايه اللي جابك هنا يبقى ايه يبقى ريسبونس دوت سند ريدايركت اتنقل على طول مباشره للديفولت دوت جي اس بي. اعمل فكر بقى واعمل يعني اتمنى ان انتوا توروني اي حاجه تعملوها يعني لا. اي حاجه بس وريني حاجه خلاص دي الحل الاولاني نهايتها يا اما الراجل هيرجع على الديفولت تاني يا اما هبقى وصلت لليوزر من الكوكي صح لا طبعا ما بشرحش كود ان احنا قلنا لما زيناه يعني زينا منه يعني يا اما انا معايا اليوزر يا اما رجعت على الصفر اه اعمل سيلكت بقى خلاص ده كده انا خلصت الحته اللي فاتت دي يا اما قريت جوه المتغير اللي اسمه يوزر يا اما قريت اليوزر نيم الاساسي يا اما بعته على الصفحه الرئيسيه. اقدر دلوقتي بكل بساطه بعد ما يخلص الجزء اللي فوق ده اجيت باي يوزر اجيت باي باي يوزر جيت باي يوزر صح؟ يعني اقول له ممبر سميناه ام بيساوي نيو ممبر اقدر اقول له ام دوت جيت باي باس جيت باي باس اللي هو كان جيت باي باس مش جيت باي يوزر وسايبني كده يعني هي مفترض ان انا ببعت له اليوزر نيم هو يجيب لي الباقي ليه سميناها جيت باي باس؟ محدش فيكم ساعتها سالني ما علينا
ما علينا، محدش دلوقتي خد باله برضه، لكن مش هندق على كده، هنغيرها سيت باي يوزر، وطبعا هتعمل لها مشكله في الكود القديم. طبعا احنا بنعمل كومبايليشن، اكيد هياخد باله. جيت باي يوزر غيرت اسمها بس، ما اسمهاش جيت باي باس، ما جيت باي يوزر. جيت باي يوزر قال لي ابعت لي اليوزر نيم، قلت له متغير اللي اسمه ايه؟ يوزر بس. جيت باي يوزر دي صب بعد اذنكم. جيت باي يوزر دي يعني لو بصيت لها كده هتلاقيها بترجع ايه؟ كول يعني يا لا يعني اليوزر ده موجود يا اما مش ايه؟ مش موجود. طبعا الطبيعي بتاعنا احنا هو لازم يكون موجود. انت هتكون مش موجود؟ ازاي؟ اتحط اسمه ازاي جوه الكوكي؟ وعمل ايه وراح فين وجه منين صح؟ ولا ايه؟ معايا الناس ومش معايا؟ فمش محتاج ان انا اعملها تاكيد يعني، بس المهم جيب باي يوزر خلاص كده جاب البيانات وكله تمام. المفترض دلوقتي ان انا كل البيانات موجوده وكله تمام، انا محتاج ان انا اعرض البيانات جوه التكست بوكس صح؟ فانا ممكن اخد كده ممبر اللي هو ام نيو ممبر، اعرفه كعام بقى عشان هستدعيه في كذا حته، عشان هستدعيه فين؟ في كذا حته. لما قلت له وقتي كده جيت باي يوزر خلاص كده المفترض ان هو اشتغل. لو انت عايز زياده امان، عايز تعمل اف ان جيت باي يوزر شغاله تمام، لو ما كانتش شغاله تمام ممكن تري دايركت على صفحه الديفولت كزياده امان، ده لو حصل حاجه انا ما اعرفهاش يعني، بس هو المفترض ده ما يحصلش صح. بس المهم ان هو المفروض ترجع ترو، وترو دي معناها ان هي جابت بيانات، ومعناها ان هي جابت بيانات ان انا المفروض دلوقتي اقدر اقول ام دوت جيت يوزر ام دوت جيت كذا واجيب البيانات. فاروح كده على الفورمه بتاعتي وروح على اول انبوت. اول انبوت عندي مين هو؟ اول انبوت هو مين؟ النيم تكست صح. ممكن اخلي الفاليو بتاعته، الفاليو هتيجي من جي اس بي، هقول له ام دوت جيت، جيت ايه؟ جيت نيم صح. اللي بعديه مين؟ الجندر. ده جندر مشكله. لو كان ام، لو كانت القيمه اللي جايه ام، اخلي الانبوت بتاع الميل هو اللي ايه؟ اللي تشيك صح. لو كان العكس عاملها ازاي دي؟ عاملها اقول لك ازاي. اقوم جاي هنا كده وبيساوي واعمل كده خلاص، واقول له ايه؟ اقول له ام دوت جيت جندر صح. ايه مش مش قارن، مش واصل للممبر. الجن هو مش مش لقيتها ليه؟ كده لقطها صح؟ هو كان نايم يعني؟ لا سيبك منه. ممكن اجي نقطه وعامل كده، افتح قوس واقول له دوت جيت جندر دوت ايكوالز كانت ايكوال في حرف الام يبقى تعمل ايه؟ يبقى اقول لي تشيك الس يبقى فاضي. حد فيهم حاجه؟ ايوه حدث فان دي دلع. معلش ست دي مشكلة.
الادرس، الادرس سهل صح، نفس الادرس عادي جدا، هقول له الفاليو بتاعت الادرس هجيبها من ايه، الفاليو بتساوي الفاليو بتاعتنا هتبقى جايه من جي اس بي عادي، هقول له ام دوت جيت ايه، جيت ادرس، مظبوط كده، بعد ادرس مين، الايميل ام دوت جيت ايميل، ها الفون هيبقى ام دوت جيت ايميل فون المره دي، كويتشن ده كان تكست اريا يتكتب هنا على طول مباشره، لو ام دوت جيت كويتشن الانسر فاليو بتساوي ام دوت جيت اليوزر نيم تغلي يا حسام، سالفه ايه؟ ربنا يوفقك يوفقكم جميعا، وادي الايه؟ المسج خلاص؟ وسيبنا بس مؤقتا لغايه هنا الايه؟ ده سبميت، امال ايه ده؟ حاجات تانية ما علينا منها، ماشي تعال نجرب كده بقى نشغل ونشوف الاخطاء كالعادة، خش بلوجن مسح لنا احنا اللي عارفين ايه بتاع 1 2 3 4 5 6 اسمه ايه محمد سعد، وبعدين مسحناه برضو والله عبد موجود؟ لا عبد ده قال لنا ولا سجل موجود، لا 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 امسح كله ازاي؟ انت هتشككني في نفسي ولا ايه؟ احنا مشيناها رنينا الديفولت ام سعد بقى المفروض موجود بقى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة، بقول له ايه؟ حلو ايه البروفايل؟ اه كانت لينكة فاضية ما كناش ظابطين اللينك، اللينكة كده في ال في الديفولت ايه؟ عمل دبل وصلة وصلة فاضية على الصفحة الرئيسية هتعمل زي انت عايز تفهمني ان هو مسح الكوكي مثلا؟ ايوه ايوه ايه؟ كنت مديله نقطة اللينكة فاضية فما بيرجعكش على الديفولت دوت جي اس بي، بيرجعك على اندكس دوت اتش تي ام ال، يعني لو عملنا كده اهو ابعتك على مين؟ اندكس دوت اتش تي ام ال، والاندكس اصلا اللوجن بتاعتها مش متبرمجة اصلا، احنا لغيناها من زمان خلاص، ببعتك على اول صفحه الديفولت اللي هي الايه الاندكس دوت اتش تي ام ال، خدتونا قلنا ده كل ما نعمل حاجه نكتشف حاجات عجيبه زي ما الناس اكتشفت عليا حاجات عجيبه دلوقتي، اخش على ايه
اقول له دي صفحه edit.jsp خلاص edit.jsp. دلوقتي انا عاوز نجرب بقى ارجع تاني افتح مين افتح الديفولت تاني كليك يمين ورن انت عارف ساكن فين دخلت على ايديت بروفايل لذيذ مشكلتنا فقط هي المشكله دي اقول لك انا عملها حركات جت في دماغي حركه دلوقتي جامده جدا لا لوب على ايه ماشي نكمل بس عشان مش عايزه تعطلنا وهنرجع لها مش هنسيبها يعني نجيب لها بس فكره كده ولا حاجه عشان المفروض ان هي كده مثلا كاي ورقم واحد مثلا اكسل اه طبعا رقم ايه لا ثواني بس خلينا دلوقتي احنا دلوقتي جبنا الايه جبنا السؤال واتس يور فيفرت بوك ومش عارف ايه المفروض بقى اغير بقى بدل جي اس بي سيرفلت مش عارف ايه غير مثلا جافا مثلا 5 مثلا والباسورد خلاه او 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 3 او ومفروض يدوس على مين مش ساين اب بقى هيبقى اسمه سيف تشينجز سيف ايه تشينجز يعني احفظ التغييرات ومحمد سعد مش عارف ايه هو في محمد سعد ماشي النهارده امسح محمد سعد خالص خلاص بعد كده ادوس على على الزرار ده يتعمل جمله ابديت فانا مش عايز اشغل دماغي عايز اوصل لدي بسرعه بعدين نبقى نرجع نشوف برده بتاعه دي مش هنساها نشوف لها مشكله حلها يعني ممكن اعمل لها حل دلوقتي بس يبقى حل مش كويس فانا عايز اوصل لحل الاساسي انا مش ممكن احطهم في اري وقارنها بالطالع من الداتا بيز يعني الناتج بتاع الداتا بيز خد بالك من حاجه انت بتجيب القيمه من الريكوست مش تبعت لها في الريسبونس مش معايا انتوا دلوقتي سيبوكم دلوقتي من دي سيبوكم من دلوقتي خليها تبقى سموث ممكن نعمل يوم اسعد علامه كده على جنب هنا ان هو ايه يجيب يستلم لا من الريكوست نفسه يجيب الايه مثلا كايرو هاد يحطها مثلا فوق على جنب ويقارن دي بالليستنج يجيبها شغل الستات لا لا سيبوني بس اخلص بقيه التمرين بتاعنا وهرجع لها ماشي هنرجع لها هو ممكن دلوقتي نحلها الحل الهبل اللي نحطها مع كله نعملها كوبي بيست نحطها مع كله ده الحل البسيط خلاص مع ان احنا وهنرجع لها تاني لما نيجي نتكلم على ان احنا نطلع دي من الداتابيز ده يبقى موضوع تاني لما احب اطلع دي من الداتابيز دي بقى ساعتها اقدر ان هيبقى لوب هول بيطلع من الداتابيز ساعتها اقدر اقول له بقى اف والس واعمل ايه واقدر اتشيك على حاجه لكن هم لو هي قيم محدده ثابته ستاتيك كده دي المشكله اللي قدامنا دلوقتي هي دي المشكله اللي ايه اللي قدامنا دلوقتي لو احنا رحنا كده هتلاقي لو قيم اصلا طالعه من الداتابيز هتبقى سهل علينا واحنا لو بنعمل اللوب ومطلع من الداتابيز ممكن نعمل اف عليها نعمل اي حاجه تتكرر مع كل مش يفرق معانا لان اللوب هو اللي هيبدا يكررها لما يكون طالع من الداتابيز لكن دلوقتي مش طالع من الداتابيز هي دي المشكله بتاعتنا لكن لو الحته مش طالعه من الداتابيز فاحنا هنعملها بالطريقه اللي هي العاديه خالص لغايه ما هنوصلها في الادمنستريتور ان شاء الله هنشوفها ازاي بتطلع من الداتابيز طبعا هنضطر نطلع المفتاح الخارجي كلها تبقى سيلكت وهنضطر ساعتها نعرف واحنا بنطلع ازاي نقدر نعمل حركه زي كده لكن دلوقتي ممكن اجي هنا قلب يساوي 100% هنا عادي واقول له سي دوت جيت سيتي دوت ايكوالز لو طلعت بتساوي كلمة كايرو في الحالة دي هترجع لي كلمة selected خلاص إلس مش هترجع لي حاجة خدت بالك من الفكرة ايه دكتور السي عبارة عن ام معلش ام مش سي ام ميمبر ميمبر دوت جيت سيتي ايوه كده شايف كل حاجة ميمبر دوت جيت سيتي صح وهيقارنها بكلمه كايرو لو طلعت هي كلمه كايرو هيحط كلمه سيلكتد
وكلمه سيلكت دي لو اتحطت جنب الاوبشن، يعني لو اتحطت هنا جنب الاوبشن هتخلي الاوبشن ده هو اللي متعلم، يعني هو اللي هيطلع هو اللي هيطلع متحدد، هو اللي هيطلع ايه متحدد. يعني لو انا خدت الكلام ده كده زي ما هو حطيته مع اليكس خلاص وقلت له قارنه لي بكلمه ايه اليكس، لو طلعت كلمه اليكس هتحط كلمه سيلكتد، لو اتحطت كلمه سيلكتد في الاوبشن في الاوبشن بتاع اليكس هتلاقي ان كلمه اليكس هي اللي ظاهره، هي اللي سيلكتد، هي اللي سيلكتد خلاص. نفس القصه مع، لكن لو احنا بقى في لوب كان كل ده هنعمل لوب واحد، كان كل ده كنا نحط الشرط بتاعي، الشرط ده هو كان الشرط هيتكرر لوحده، كان الشرط ساعتها هيتكرر لوحده. ازاي مش عايز اشغل دماغي دلوقتي يعني. خلاص انا عندي فكره بس هي ناقصه مش كامله. قول سامعك. يعني مثلا ادي كايرو بيقفلها رقم واحد والاكسام بيقفلها 2. ايوه انا عارف هي مترقمه فعلا مترقمه، بس احنا يا ابني مش هنست فيها، مش قادرين تفهموها الكلمه دي ليه، مش عارف مش عارف تست فيها يعني، لان ده اتش تي ام ال برضه مش فاهمني. مش انا بجيب بقرا منها في الريكوست، نعرف احط لها في الريسبونس اقول لها سيلكتد الرقم كذا، فهمت الفكره؟ خلاص انا حاططها مع كله، نجرب كده المره دي بقى، نعمل ريفريش جابها ايه صح. لو روحنا كده كانت الداتابيز مختلفه، نايم لو خلينا محمد سعد بقى اليكس خلاص، ودلوقتي انا عملت ريفريش عدينا الداتابيز صح؟ وارجع تاني على ايدك كده بقت ايه؟ كده تمام؟ ده طبعا لو فتحت الكود اللي بيجي لك انت كيوزر بقى هنا كده وعملت فايند على كلمة اليكس هتلاقي ان هي الوحيدة اللي خدت كلمة ايه؟ سيلكت اما القاهرة جت ايه؟ مسافة فاضية صح؟ سواك مسافة فاضية، هنا مسافة فاضية، إلس مسافة فاضية، الوحيدة اللي جه معاها كلمة سيلكتد هي مين؟ أليكس صح كده؟ حلو أوي. دلوقتي احنا عايزين نغير الزرار ده نخليه اسمه سيف تشينجز، ونسيب اليوزر لما يعدل اللي هو عايز يعدله وندوس على سيف تشينجز نعمل ايه؟ نعمل أبديت خلاص؟ نعمل كده اروح على ساين اب الزرار كان اسمه ريجستر، لا هقول له سميه ايه؟ ابديت هيتعرض فيه الفاليو الكلمه اللي هتتعرض كلمه سيف تشينجز. الناس اللي سرحانه ليه؟ في وادي تاني خالص خلاص؟ خلينا كلمه سيف ايه؟ سيف تشينجز نعم. عايز برضه اليوزر لازم يبان هو لوجن. معلش بس دي مش شاشه اللوجن اصلا. عشان اخد كوبي. كنا واخدين كوبي من السان اب، والسان اب ساعتها كناش عاملين اللوجن. فاهم ازاي؟ بس. لكن هي اصلا لو احنا داخلين على الصفحه اللي فيها اللوجن هتلاقيها شغاله. لا ما انا واخد بالي، بس دي اصلا صفحه كناش مبرمجين فيها اللوجن. لا 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 بكل بساطه جدا شايف هتروح للحته دي خلاص. المفروض بقى عشان انت لو عايز تعملها كده وتبقى صفحه بتسمع في كله هتخلي شاشه اللوجن هي الحته دي فقط لا غير، صفحه اللوجن ذات نفسها احنا كنا عاملينها في الديفولت، كنا مبرمجين اللوجن في الديفولت، لكن لو انت عايز تعملها هتخلي صفحه اللوجن ذات نفسها هي الحته دي بس خلاص، وتيجي في الحته دي جوه الديفاي ما بين ديف وسلاش ديف تقوم عامل انكلود لمين؟ صفحه اللوجن، فهيشغلها لك في الحته دي في اي صفحه بقى. فهمت حاجه ولا ما فهمتش حاجه؟ فهمت الفكره؟ تبقى صفحه لوحديها اصلا اللوجن اعملها صفحه لوحديها وانادلها هنا بس، وانادلها هنا او اعملها اي فريم هنا، يعني لو انت اضعف الايمان اعملها اي فريم هنا جافا بين. ما تبقاش
بين بين جافا بين يبقى بطريقه اسمها جافا بين خلاص. طب ممكن بس اخلص المثال ده وبعد كده نشوف هنعمل ايه في ان انتوا بتقولوا احنا مش عايزين نكمل الموقع، احنا عايزين نرجع نكمل تعليم. اما ابقى اشوف الناس بس واسالها كده واشوف انتوا فعلا عايزين كده، لو عايزين كده خلاص يبقى مفيش مشكله عندي، خلاص نرجع نكمل تعليمه. وعلى اساس انتوا خلاص بقى الموقع تعرفوا تستمروا فيه تكملوا الحاجات هي هي، خلاص هنشوف دلوقتي هناخد رايكم يعني. لكن دلوقتي انا عايز اكمل دي، اكمل الابديت دي بعد ما ادوس على سيف ايه تشينجز صح. الزرار كان اسمه ايه؟ كان اسمه ابديت صح. حلو، يبقى انا هاجي هنا بعد ما خلاص دي خلاص خلصنا منها، دي بتاعت دي لغايه هنا لغايه الكوست ده، لو اول ريكوست، لو اول ايه، لو اول ريكوست هينفذ الكلام ده، لو ريكوست رقم واحد صح. لكن else بقى او غير كده ممكن اعرف متغير اسم string واسميه button لو احنا عايزين نشتغل بطريقتنا اللي هي العاديه، بيساوي الريكوست اللي جاي دوت جيت بارامتر اسمه ايه، هو كان اسمه ابديت، المفروض هيشيل كلمه سيف تشينجز، المفروض يشيل كلمه سيف ايه تشينجز. ممكن ابحث عليها عشان اخدها بنفس الايه كابيتال والسمول والكلام ده، وعاود تاني اف ان البتن دوت ايكوالز، لو كان شايل كلمه سيف تشينجز يبقى انا كده هعمل ايه، هعمل عمليه الابديت صح كده. في كوست ناقص تمام كده. لو كان الزرار بتاع السيف تشينجز المفروض ان انا اعمل ايديت بروفايل، ايديت ايه ايديت بروفايل، عشان اعمل ايديت بروفايل هبعت لك كل القيم صح. يبقى المفروض ان كده عندي في الكلاس، بص بقى مش هعدي بقى المره دي على الجي دي بي سي، ليه بقى مش هتعدي على الجي دي بي سي؟ اصل احنا خلاص عملنا الاد والديليت والابديت والسيلكت، فمش هعدي عليه بقى، هبدا على طول من اول الممبر، هبدا على طول من اول مين؟ الممبر بتاعي. وعايز اضيف له حاجه جديده، ميثود جديده اسمها ايه؟ اسمها ايديت بروفايل، ودي بترجع هترجع ايه؟ انت هترجع بولين براحتكم، كل واحد وعلى حسب الطريقه اللي هو ماشي بيها، واسمها ايديت بروفايل، بس لازم تستقبل كل الايه؟ القيم. طب انا كان عندي ريجستر كده صح؟ مش الريجستر كان فيها بارامتر لكل القيم؟ اروح اخدها كوبي وبيست من الريجستر عشان ما اقعدش اكتبهم من اول وجديد وانسى ومش منسى والكلام ده صح؟ ولا ايه؟ فهروح كده دبل كليك على راحت فين؟ جريت فين؟ مع ان اليو اللي كان اسمها ايديت، ايديت بالاي عد نقطة عشان النظر تاني واحدة خلاص. انا اروح اخد من ريجستر هنا كده من اول سترينج النيم، خدت كوبي وراح الايديت بروفايل عندي ومعامل ايه بيست صح كده، محدش بيرد عليا انا اقول صح. دخلت كده على الايديت بروفايل، عايز اعمل جمله ابديت لذيذه مفيش اي مشكله خالص، هنعملها دي ستاتيك ولا تحبوا تعملوها عاديه ولا ايه؟ ستاتيك ولا عاديه؟ يبقى عندك ريجستر ستاتيك ولوجن ستاتيك وانسبسكرايب ستاتيك وايديت بروفايل ستاتيك، المفروض نعمل واحده ستاتيك واحده مش ستاتيك ماشي. هنا عملناها ستاتيك يبقى لازم اقول ممبر معلش اقول جي دي بي سي اندر سكور وورك، اسمها وورك بتساوي نيو جي دي بي سي وورك، واقول له يا عم دبليو دوت ابديت
صح؟ قال لي بعت لي اول حاجه التيبل نيم، قلت له التيبل نيم اللي هيحصل عليه العمليه اسمه ممبر كوما. قال لي الحقول. قال لي الايه؟ الحقول اللي انت عايز تعمل لها الابديت. الحقول اللي انا عايز اعمل لها الابديت. كنا عاملينها في الريجستر تايب، لو عاملينها ناخدها كوبي وبيست نريح نفسينا. كنا عاملينها لا كنا عاملين مصفوفه الفاليوز. عاملين مصفوفه الايه؟ الفاليوز ماشي برضو خير يعني. هات مصفوفه الفاليوز عشان ايه؟ هنبقى محتاجينها. كنا عايزين مصفوفه الحقول. دي مصفوفه الفاليوز. انا عايز بقى مصفوفه الحقول، عايز نعمل عليها تعديل. هي اللي فوق، هي برضو الحقول دي الفاليوز ودي الايه؟ الفيلدس. بس حقل النيم كان اسمه فول نيم عشان ده حقل ثابت، فاحط كده بيلعب في التنصيص. حقل الجندر، حقل السيتي، الادرس، الفون. انا لو ما كانش مكتوب حاجه غير كده في الداتابيز بقى كويشن الانسر، اتمنى يكون زي ما مكتوب في الداتابيز. لو حد فاكر حاجه يقول لي عشان ما اضيعش وقت. لو حد شايف ان في اسم متغير في الداتابيز ولا حاجه، دي الحقول بتاعتنا ايه على الترتيب، ودي القيم اللي مبعوته صح. دبليو دوت ابديت. لا ما ننساش ان الحقول دي مش هبعت فيها اليوزر، اليوزر ما بتعدلش صح؟ اليوزر ما بتعدلش، والقيم برضه مش هبعت القيمة دي، يعني اليوزر طلعته بره اللعبة بتاعتي. وارجع تاني ابديت، بعت له قال لي انا عايز التيبل نيم، بعته له كوما، قال لي الفيلدز، قلت له الفيلدز. كبينا فوق غلط صح؟ دكتور يا زهر، يا دكتور في الثالث كده. لا 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 زهر مكتوبه غلط، يعني كانت مكتوبه اسمها غلط بس ماشي. بعد الفيلدز الفاليوز، قلت له هي الفاليوز. بعد الفاليوز قال لي الايه؟ الكونديشنز صح؟ قلت له عباره عن نيو سترينج، مصفوفه عباره عن نيو سترينج ما فيهاش غير كونديشن على حقل اليوزر فقط لا غير صح؟ صح انا غلطان؟ عادي يرد عليا، انا اقول صح. نيو سترينج، انا عارف ان ميعاد نومكم جه، لكن مش عايز اضايق حد. خلاص هنا بقى ابعت قيمه اليوزر ذات نفسي. خلاص انا صح؟ صح. عملت مصفوفه كده فيها ايه؟ حقل اليوزر وهنا القيمه بتاعته. مفترض ان ابديت دي بتجيب ايه؟ بترجع ايه؟ سالب واحد بترجع انتجر صح؟ لو رجع سالب واحد يبقى معناها هي شغاله سليمه، يبقى اف دبليو دوت ابديت وطلعت بتساوي ايه؟ سالب واحد، يبقى عمل الراجل ابديته زي الفل. يبقى ساعتها اقول له ريتيرن مين؟ ترو ايلس. في الحاله دي هريترن مين؟ فولس. حاجه ثانيه؟ اتمنى من ربنا ان هي تكون كده خلصت. دي ساعه ما كنا شايلينها على المايسيف. خلاص؟ في الايديت لو كان الزرار سيف تشينجز يبقى ساعتها اقول له يا عم ممبر دوت اديت ايه؟ بروفايل. قال لي طيب احنا ايه بروفايل؟ ابعت لي سيادتك الايه؟ الحاجات الرخمه الطويله دي. كنا عاملينها قبل كده في الريجستر، كنا عاملينها في الريجستر، كنا مش كنا مستخدمين كله في الريجستر. فين الريجستر بتاع سين اب؟ كنا عاملين، كنا بنستقبل كل القيم، كنا بنستقبل كل القيم صح؟ يا سرحان يا عبد البصير صح شويه.
اهم اللي هو النيم والجندر والسيتي والادرس والفون والايميل والكويتشر والانسر والباسورد الجداد كل بقى القيم دي صح ولا لا عشان ابعتها له باخدها كده كوبي طالما ان ده سيف تشينجز او عامل كل الفاريبلز دي كده لسه كانش عامل ريفريش خلاص افتح كده قوس ايه البروفايل افتح قوس قال لي اول حاجه النيم قلت له سميناها هنا ام ايه ام نيم او ما بيسجلوش كوما مرضاش يبقى يظبطها غير لما اطلع القوس كده ماشي بعد كده الجندر قلت له الجندر كوما اللي بعد كده السيتي وما غيرش فوق ليه لسه نايم كوما بعد السيتي مين الادرس هو مش حاسس ليه الراجل ده هو مش عايز يمشي ليه عملناها ستاتيك مش عايز يمشي ليه ماشي هنروح نبص نغشهم من هناك كانوا فين كانوا في منبر سين اب ايه مش ماشيين بالترتيب عايزين لازم يكون ماشي بالترتيب تدريب بالترتيب اللي احنا بعتينه بيه اللي هناك ادرس احفظ طب يا اخويا انت فون ايميل كويشن انسر فون ايميل ايميل كويشن خلاص انا حفظتهم خلاص انسر يوزر بس لا ما اعتقدش ان كان في يوزر لا كان في يوزر بس ايه البروفايل دي بتريترن ايه ترو او فولس ترو فولس يبقى اف ان ده ابن حلال كده وعمل ترو يبقى طلع لي في المسج خليها اقول لي فيها ان ايه يور بروفايل ابديت هيلس يبقى رساله يور بروفايل ربنا يستر فايند على مسج اعمل رن في خدمه هتعدي كده وفين هتعدي معاكم بالساهل حد موجود اصلا البطن لا يساوي نلفا صح انا اول مره نلفا بيجي بيختبر فبيضرب ازيك يا عيسى بقالي كتير ما شفتكش مش عارف كنت بسجل سلك اهي ماشي ماشي صرخات تانية بس واحدة واحدة يعني حسسني ان في انجاز بيتم ده انت ايه ده؟ والباسورد اي بي سي وسيف تشينجز مش مصدقك انزل جوه الداتابيز خلاص معاش يفش الداتا هقول لك ليه مشكلتها دي ده حته ثانيه بس نشوف الداتابيز بس الاهم حاجه عندنا الداتابيز افتح الباب
جيزة الهرم ستريت يا اول مره حاجه تسلك معاكم خلاص و اي بي سي الباسورد وهاصت مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. طيب بس في حاجه حصلت بقى واحد خبله منها. مين اللي خبله منها؟ انت. ايه اللي حصل؟ قال لي يور بروفايل ابديتد وكله تمام التمام مش اي مشكله ورجع لي الداتا القديمه مع اني لو قفلت ورجعت فتحت اشتغلت عادي. نفس المكان لكن هنا في سيناريو بيحصل صح؟ هنا في سيناريو بيحصل احنا المفروض عارفينه. في سيناريو بيحصل المفروض لازم نكون عارفينه اللي هو ايه؟ اللي حصل انت ما كنت هنا في البيت خلاص؟ وطلعت اول ريكوست. خد بالك من الريكوستات اللي على السيرفر. ده ريكوست نمبر 1 خلاص. ورحت هنا على السيرفر والسيرفر ده مش عايز احكي بالتفصيل بقى زي ما قلنا قبل كده لكن بطريقه ما السيرفر ده عمل كونكتد على مين؟ على الداتا بيز. وبطريقه ما ثانيه جاب صف بيانات صح؟ وانت ورجع لك البيانات دي ورجعها على الفورم. بقت التكست بوكسز دي فيها ايه؟ فيها ديتا وقام عامل لك ايه؟ ريسبونس صح ولا غلطان؟ بقى لو عملت ريسبونس قدرت قمت ايه؟ قدامك البيانات على الشاشه غيرنا الخانه دي واي 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 اكس اكس غيرنا القايمه كانت موجوده وبعدين دوسنا على مين؟ على سيف. لما دوسنا على سيف طلع ايه؟ كوست 2. لما دوس على كوست 2 راح هناك عمل ايه؟ لا نزل هنا الامر اللي مطلوب منه دلوقتي ان هو يروح هنا يعدل بدل اكس اكس يخليها ايه؟ واي 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 وقام باعت لك وقام جاي هنا بقى هيرجع تاني كده بعت لك البنات زي ما هي اكس اكس. ليه؟ لان انت بتجيب من المنبر دوت جيت اكس جيت واي جيت مش عارف ايه صح ولا لا؟ كنا شغالين اصلا بجيت ايه؟ بجيت يوزر ولا جيت باي يوزر؟ كنا شغالين بجيت ايه؟ بجيت باي يوزر. كنا شغالين بجيت باي يوزر. انت شغال بجيت باي يوزر في اول ايه؟ في اول ريكورد. فجاب البيانات وعرضها ووداها خلاص تمام كده؟ جاب البيانات يعني الرو دلوقتي كان في ايه؟ الرو اللي كان جاي بيتعرض ده اللي احنا طلعنا منه اللي كان موجود هو اكس 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 وبعدين بعتنا. لما جينا تاني ريكوست شغلنا جملة الابديت عدلنا جوه الداتا بيز ولما جه يمشي جاب اكس 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 القيمة اللي هي القديمة. ليه بقى سيادتك؟ يعني انت سيادتك ما قلتلوش شغل ما قلتلوش شغل جيت باي يوزر بعد ما عملت الابديت عشان يجيب البيانات بعد ما تم تعديلها. ما قلتلوش جيت باي يوزر بعد عشان يجيب البيانات بعد ما تم ايه؟ بعد ما تم تعديلها. لا انت ما قلتلوش كده. انت عملت الابديت جوه الداتا بيز وما خدتش جيت من اول وجديد. ما خدتش جيت من اول وايه؟ وجديد. طب الحل دي ايه؟ حلها سهل جدا زي ما احنا نوت كده. ممكن الحل الاولاني ان انا ارجع الريكوست اخليه واحد تاني فيقرا من كوك اليوزر نيم ويظبط احواله ويجيب باي يوزر ويبقى كله تمام التمام. او ان انا نادي على كلمه جيت ايه جيب باي يوزر تاني بس بعد التعديل بس بعد الايه بس بعد التعديل. انا هعمل كده اختصر ببساطه. بعد ما عملت البيانات وقال لي يور بروفايل ابديتد او حتى لو قال لي مش ابديتد في خطا حتى لو كان في خطا لا لو كان في خطا مش هيفرق. لو كان في خطا معناه ان البيانات هتفضل زي ما هي صح؟ هاجي نقطه قبل ما اقول حتى ما طلع في قصه ان هو عمل تعديل سليم قلت له ايه؟ جيت باي يوزر وبعت له مين؟
بعت له اليوزر نيم، بعت له مين اليوزر نيم ده، حتى اليوزر نيم اليوزر لو جاي من الكوكي، بعت له اليوزر نيم اللي جاي من الكوكي وقلت له يور بروفايل ايه ابديت. فطبعا دي جيت باي يوزر ده هتعمل ايه؟ هتجيب البيانات من جديد، فهتملى الممبر بالايه؟ بالبيانات اللي هي تمت بعد ما عمل ايديت بروفايل، اللي هي بعد التعديل، اللي هي بعد مين؟ فهتعرض البيانات اللي بعد التعديل. نجرب قلت له لا مش هقول كلمه جيزه، هقول بس هرم ايه؟ هرم ستريت ام سعد 2010. دي وات از يور فيفورت ايه بوك؟ ماشي بس خليه جافا بس، والباسورد بقى 123 وسيف تشينجز. عايز انا ايه 123؟ قال يور بروفايل ابديتد. مش مش الوقت لا مش باسورد غلط، ماله الباسورد غلط كده ما جابش، عدل بس برضه ما عملش الريفريش، برضه ما عملش ريفريش. يا حل هنا عدلها صح. طب لو احنا بدل ما نقول له جيت باي يوزر عملنا ريكوست، طب بعد ما خليه كده ممكن نعمل له ريدايركت خلاص، على اساس ان هو بيجيبها من اليوزر بس، ده من كلمه يوزر بس. كلمه يوزر دي كانت بتيجي من الكوكي وكل مره بتفضى في الاول. لا انا اقول له جيبها من اليوزر نيم ده اللي هو جاي من اليوزر تكست، واحنا عاملين تيجي اليوزر تكست اصلا ريد اونلي. كليك يمين واقول له رن، اكيد احنا كنا سايبين مسافه واحنا بنعمل اللي هي العلامات بتاعتنا، عشان كده هو عامل الحركه دي. باين اه في الستايل كان معمول في النص حاجه زي كده يعني، دي ممكن نستبعها سهله يعني. خلينا هنا جي اس بي سيرفي ام سعد، حاول تغيرها طبعا ايه ريد اون، والباسورد 3 5 يمكن. خلاص سيف تشينجز. عايز تعمل ريدايركت انا عارف، عشان في الرساله بعد كده ممكن اعمل كاونتر اخليها لما رقم واحد يبقى في الرساله عمل ريفريش هيقول له رساله ابديت ولا تغيير. تاني اقول كده، لو احنا عملنا دي خلينا ان الريكوست نمبر ذات نفسه رجعناه تاني بيساوي صفر، فلو رجعناه تاني بيساوي صفر بس هنا هو هيكمل، هيبقى محتاج ريفرشاي برضه انه هيكمل تاني مره يقدر يجيب البيانات الجديده. لا انا مش محتاج كده برضه، مش هينفع دي برضه، هيبقى تاني مره عايز يجيب البيانات الجديده. انا محتاج هنا غيرنا البلد و1 2 3 مش مشكله، سيف تشينجز قال لي ترو يعني اتعدلت، وقال لي اليوزر نيم اسمه ام سعد. المفروض كده اشتغلت سليمة وملى بيانات جديدة، وبعد ما ملى البيانات الجديدة اللي هي بقى البيانات الجديده دي هينزل ينفذ بقيه الصفحه ويعرض عادي بجيت نيم جيت مش عارف ايه صح؟ فاهم اقصد ايه ومش فاهم اقصد ايه؟ فالمفروض كده انه يعني لو مشي كده عمل جيت باي يوزر هيروح يشغل جيت باي يوزر اللي هنا اللي في ممبر. خلاص؟ اللي في ممبر جيت باي يوزر. هيشغل دي، ودي لما هتشتغل هتظبط كل الايه؟ كل المتغيرات بالقيمه الجديده صح؟ كل المتغيرات بالقيمه الجديده هو يقرا منها. طب هنا احنا معرف المنبر ايه؟ اه
فلو جيت هنا قبل الحته دي تقول الام بيساوي نيو ممبر عشان انشئه من اول وجديد واعمل كونستراكتور من اول وجديد وانادي على جيت باي يوزر. نجرب كده. قول كنت بتقول ايه؟ خلاص دي سواج ودي خليناها ايه؟ جافا تاني. والباسورد 3 او ودوست سيف. جاب التعديل جاب التعديل ليه؟ دكتور ما عشان كده ما يخشش على السبميت، ما يجيبش عشان الحاجات مكتوبه جوه السبميت.